السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جامعة فرات الكرام. تاريخ تسجيل فيديو اليوم الثلاثاء 19/4/2022. بدء وصول رسائل مساعدة 1100 ليرة إلى الناس اللي سجلوا المرحلة الثالثة. طبعا الناس اللي سجلوا من 3 أشهر أو 4 أشهر ولحد هذا التاريخ وتواصلوا معهم المنظمة الدولية للهجرة IOM، حاليا وصلتهم الرسائل. طبعا المساعدة نزلت على السيستم قبل 4-5 أيام. طبعا اليوم تا السيستم بعث الرسائل للناس، تمام يا جماعة الخير. لذلك يا جماعة الخير اللي استلمها عن طريق وقت نزلت على السيستم، إن شاء الله هي الرسالة تبعيت اللي استلمهم قبل 3-4 أيام، تمام، مشان الناس تعرف. ونصيحتي اللي يتواصلوا مع المنظمة الدولية للهجرة ويبعثوا له 1000 ليرة وسيستم واقف، الافضل يرد يرجع يتواصل معهم ينزل المساعد على اسم زوجته اذا كان كملكه شغال. ان شاء الله الف مبارك للجميع، وان شاء الله توصل لكل شخص محتاج هذه المساعده، لانه يعني مثل نسمه الهواء بالصيف، يعني تفيد شوي، تسد شويه فواتير، تسد شويه مصروف، يعني لو انها ما تاثر الشيء، يعني صارت اقل من 100 دولار، ولكن سبحان الله الله يرزق الجميع. طبعا انا سابقا شرحت طريقه التسجيل، وراح يعني ااشر او اسوي تاغ للفيديوهات اللي انا شارح فيهن، راح يظهرن بالفيديو من الاعلى، تمام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.